بونسوار. ابتداء من اليوم الظهر انحسرت الكتل الهوائية الحارة يلي أثرت علينا خلال الأيام الماضية وأدت إلى ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وطقس حار. بالنسبة لصورة شمسية اليوم صورتنا وصلتنا من منى سعادة، وبذكر أنه موضوعنا لهالشهر هو الزهور. رح ننتقل هلأ لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية. برجع بنتقل على طقس لبنان. رح بلش من الرباط مع 22 درجة، 24 بتونس، 36 بالقاهرة، دمشق 33 درجة، 26 بالقدس، 33 بعمان، بكفي على الكويت مع 42 درجة، 37 بالدوحة، وبختم مع رياض مع 42 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة الثلاثة، طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة رطوبة مع رياح نشطة. ممكن نشهد احتمال لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة بالفترة الصباحية بالمناطق الداخلية. بالنسبة للساحل بكرة الحرارة عم تتراوح بين 18 و 29 درجة، بالجبل عم توصل أقصاها لل 27 درجة، وبالداخل لل 29. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 26 درجة، 27 بطرابلس، 28 بالكورة، 21 بالأرز. الهرمل 26، القاع كمان 26 درجة، 29 بعلبك، 27 برييق. من المناطق الشمالية بروح على جبال مع 28 درجة، 23 بميروبة، 29 درجة بجونية وبعبدة، بيروت كمان 29 درجة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة. بنتقل عزحلة مع 28 درجة، 27 بشتورة وعنجر، 28 بمشغرة مع طقس غائم جزئيا، جزين ومرجعيون وبنت جبال 27 درجة، كفي عبيت الدين مع 25، والمناطق الجنوبية صيدا صور وقانا مع 28 درجة. إذن كيف رح يكفي طقس ثلاث أيام اللي جايين؟ لبكرة احتمال تساقط أمطار خفيفة بالفترة الصباحية بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتتراوح بين 20 و 29 درجة، انخفاض إضافي للأربعة مع 27 درجة. الخميس كمينة بكفي الطقس على هالشكل مع انخفاض ل 23 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 7 وال 21 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتولنا صوركن على انستغرام وعلى فيتشر تي في أبليكيشن، وأنا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.